مرحبا عزيزي المشاهد، سامحوني مشاهدي الأعزاء على الغياب لأنني كنت مريض وما أزال كذلك، لكن رغم الغياب اليوم سوف أعوضكم. سأعلمكم كيف تتهربون من الضرائب داخل المغرب. نعم سأعلمك كيف تتهرب من الضرائب. خربانة خربانة كده، خربانة وكده خربانة. إذا كنت تنوي إنشاء شركة في المغرب فدعني أقدم لك خدمة العمر، بحيث لن تؤدي أي سنت ضريبة للدولة. غد نعطيك طريقة للتهرب من أداء الضرائب في داخل المغرب وبشكل جاري به العمل كما يقال. عدم أداء الضرائب والتهرب منها يمكن اعتباره خيانة للوطن، لكن ما دخلنا نحن في الوطن؟ المهم تضرب يديك في قاع الخابية كيف ما كيدير الجميع، أليس كذلك؟ لكن الهدف الحقيقي من هذا الكشف هو أن السلطات المغربية ستجد نفسها أمام خيارين، إما محاربة هذا الفساد أو ترك الجميع يمارسه ويستفيد منه بعد أن نكشفه لكم وكشفه آخرون. المهم لن نطيل عليكم، فلكي تتهرب من أداء الضرائب في المغرب يا صاحب التجارة أو الشركة الجديدة، ليس عليك الذهاب للجنات الضريبية كبنما أو غيرها، بل ما عليك سوى التوجه نحو الجنوب. نعم جنوب المغرب، الصحراء المغربية. هذه الطريقة تقوم بها عشرات الشركات المغربية حاليا، وعندما تصل للصحراء ستكتري شقة تجعلها في الأوراق هي المقر الرئيسي لشركتك، ثم تعود للشمال وتؤسس فرع لشركتك مثلا في الدار البيضاء أو مراكش أو طنجة حيث ستعمل شركتك. فشركتك أصلا لن تعمل في الصحراء، نحتاج مقر صوري في الأوراق فقط هناك. وستعمل شركتك في الشمال كما قلنا، في قطاع البناء مثلا أو العقارات أو الاستيراد أو الصناعة أو أي نشاط. وبعد ذلك حتى وإن حققت شركتك تريليون درهم أرباح لن تؤدي عنها أي فرنك ضريبة للدولة، لأن شركتك مصنفة في الأوراق على أنها شركة صحراوية مقرها الرئيسي في الصحراء، ببساطة لأن الشركات في الصحراء المغربية معفية من أداء الضرائب بشكل رسمي من طرف الدولة. يعني أي شخص يؤسس شركة في الصحراء تصبح شركته معفية من أداء الضرائب. الصحراء كل شيء فحال كاع الشركة، ما كيخلصوش الضريبة. لكن هل هذه الشركات أصلا تعمل في الصحراء، أم أن هناك من يستغل هذه الثورة لعمل مقرات صورية لشركته في الصحراء ويقوم باستغلال قضية وطنية للتهرب من أداء الضرائب، ويمكن اعتبار هذا خيانة مضاعفة؟ نعم هناك أناف الشركات تقوم بالأمر، لكن قبل ذلك الدولة تعفي الشركات التي تتخذ من الصحراء المغربية مقرا لها، تعفيها من أداء الضرائب لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار هناك، ليضغط هؤلاء المستثمرين على دولهم لدعم المغرب في قضية مغربية الصحراء لحماية مصالحهم. هذا هو الهدف الأصلي من هذا الإعفاء الضريبي، لكن الخونة مرتكبي جريمة التهرب الضريبي استغلوا هذه القضية الوطنية وهذه الثغرة من أجل مصالحهم الخاصة الضيقة الجشعة، والدولة لا تراقب بحزم. والدليل هو أنه رغم الجهود التي أعلنتها وزيرة المالية والتي تقول أن الدولة تقوم بها، إلا أن واقع الأمر شيء آخر يعج بالفوضى والسيبة، والأرقام تشهد كما تشاهدون. وقد كشفت جريدة إسبريس في تقرير خطير أن الكثير من الشركات المغربية تستعمل هذه الثغرة وتنشئ مقرات في جنوب المغرب من أجل التهرب الضريبي. والأمر لا يقتصر على الشركات فقط، فقد كشف السيد غالي أن مافيا الدواء كذلك هي الأخرى تستخدم صيدلية فاسدة في الجنوب من أجل التهرب الضريبي في الشمال. إن واحد عنده شركة ديال الدواء اش كيدير؟ كيمشي لشي فارماسيان في الصحراء، الصيدليات في الصحراء كيخلصوش الضريبه معروفه. الصيدليات في الصحراء كلشي فحال كاع الشركه ما كيخلصوش الضريبه. اش كندير انا صاحب الشركه اكس؟ كنجي عند شي فارماسيان في الصحراء تنقول له عافاك تشري لي واحد الدواء من اللابوراتوار مثلا، هو جاب لي كا ديال الاداره ديال لابوراتوار، كتشري لي 10 مليون ديال الدواء، كناخذ كتشري هاد لافارماسي كطبع اذا قانونيا، ولكن الدواء ما كيدخلش لافارماسي كيمشي لهاد الشركه ديال التوزيع وكتخلص السوق السوداء وكتباع في بلاصه اخرى باش ما يخلصش هو الضريبه. هذا ما تم كشفه فقط، وربما هناك قطاعات أخرى تستخدم هذه الثغرة وتستغل هذه القضية الوطنية للتهرب من أداء الضرائب. تجدر الإشارة إلى أن التهرب الضريبي يكلف المغرب ملايير الدراهم، فأغلب الشركات لا تؤدي الضرائب. هذا غير التهرب الضريبي، يعني كاين دي ستاتيستيك ديال 20 مليار ديال الدرهم. لكن الحكومة، حكومة أخنوش، تركت كل هؤلاء وقامت بتخفيض ضرائب الشركات الكبرى من 30 إلى 20% فقط. أما المقاولين الذاتيين مثلا فرفعت ضريبتهم من 1 إلى 30%، وفرضت ضرائب على المقتنيات الشخصية للمواطنين الأفراد من الخارج. مقاول ذاتي أي تخلق ما نسيبش على راسك، سيب على راسك تدفع على راسك دير شي نشاط. شتي داك المول موتور ديال جلوفو
ولا ديال ديك الشركه هذاك راه مقاول ذاتي. قلت سيدي اي مقاول ذاتي اللي باع اكثر من 50000 درهم 50000 درهم مع مقاوله واحده او مع مشغل واحد او زبون واحد غادي نطلعوه من داك 0.5 او 1 30% 30% من 0.51 الى 30% هذا ماشي معقول. ما كايناش عمر ما كانت شي زياده في الضرائب من 1% ل 30% شركات كبرى قولوا كانوا تيخلصوا 31% غدا بحكم هذا القانون غادي يبداو يخلصوا 20% ها السعر الضريبي ديال الكبار نزل من 31 ل 20 مزيان. انا الناس الصغار هادو اليوم كيخلصوا 10% دابا هادو من 10% غينتقلوا ل 20% كيبين بانه هذه بكل صراحه حكومه اولا الهاجس الاول ديالها هي انها تدي هدايا ضريبيه بالنسبه للكبار وبالنسبه لراس المال. هذه مجرد امثله على التناقض الحاصل. هل هناك اجرام اكثر من هذا؟ فلا تتساءل مجددا عزيزي المشاهد لماذا تسوء الاوضاع يوما بعد يوم في المغرب؟ ان اللوبيات والمافيا تسيطر على قطاعات واسعه في المغرب. مافيا العقار، مافيا التعليم، مافيا الصحه، مافيا الدواء، ومافيا السياسة إلى آخره. فلا تستغرب مجددا يا عزيزي، ببساطة لأن الفساد محمي ومقنن وجاي من الفوق. اقترب شهر رمضان وبهذه المناسبة أقدم لكم أغرب تطبيق عالمي رمضاني صدمني صراحة. تطبيق واحد يساوي 20 تطبيق مختلف، مثلا يحتوي على تطبيق القرآن مكتوب وبالصوت في نفس الوقت مع التلاوة والتجويد، يعني ممكن تقرأ مع المقرأ وبخطوط أصلية مع الترجمة لعدة لغات ومع التفسير في نفس الوقت. ليس هذا فقط، زائد أهم كتب الحديث كصحيح مسلم والأربعون النووية والحديث القدسي وغيرها من الكتب في نفس التطبيق، زائد تنبيه الأذان لكل مناطق العالم وسجلات الصلوات الفائتة مع رسوم بيانية، زائد تنبيهات رمضان الإفطار والسحور مع أدعية رمضان اليومية، زائد تعلم الحج والعمرة بكل التفاصيل، زائد أدعية كتاب حصن المسلم، زائد اتجاه القبلة لكل مناطق العالم مع عدة ميزات إضافية كالأماكن الإسلامية والطعام والمتاجر الحلال في أوروبا وكل العالم والملابس والمدارس والمساجد والعديد من الميزات الأخرى التي لا تخطر على بالك. المهم يمكنك القول الدين الإسلامي برمته تقريبا في تطبيق واحد دون ملء ذاكرة هاتفك بعدة تطبيقات. يعمل على الأندرويد والآيفون. المرجو دعم هذا المشروع العالمي الإسلامي عبر الضغط على الرابط في التعليقات. ورمضان مبارك سعيد على الجميع. إلى وصلت هنا اكتب في التعليقات كود نستعمله بيناتنا هاشتاغ وصلت لكي أميز تعليقك. تحياتي لك.